تعالوا لي جوه بعد ربع ساعة. بصوا بقى، أنا عايزكم تركزوا معايا قوي في كل كلمة هقولها. ده بنك اليومي، ده أكبر بنك في تل أبيب. البنك ده ملوش غير مدخل عمومي واحد، عليه كاميرتين مراقبة وتصوير، غير أفراد الأمن اللي بره وعربيتين شرطة، دول موجودين 24 ساعة. البنك ده من جوه عبارة عن 3 أدوار، كل دور فيه 6 كاميرات مراقبة وتسجيل، بتمسح الطرقة فتفوتة فتفوتة، يعني لو في نملة في آخر الطرقة ترصدها برضه. كل اللي بتصوره الكاميرات بيظهر في غرفة التحكم اللي موجودة في الدور الثاني. غرفة التحكم دي فيها 4 أفراد مراقبة، دول برضه بيقعدوا 24 ساعة. في الدور الثالث فيه طرقة طويلة هنمشي فيها، هنلاقي أسانسير في وشنا، هنركب الأسانسير هينزلنا في الدور الأرضي، وده أهم دور بالنسبة لنا. ليه يا باشا؟ لأن الدور ده فيه الطرقة الطويلة اللي هتوصلنا للخزنة اللي فيها الفلوس. بس هنا في مشكلة. إيه هي يا باشا؟ الطرقة اللي هنعدي منها أولها باب حديد إلكتروني، له شفرة خاصة عشان يتفتح، بس برضه مش ده المشكلة. ما المشكلة فيها يا باشا؟ الباب ده بعد ما يتقفل بتظهر شبكة كبيرة من أشعة الليزر المميتة. الشبكة دي تبتدي تتحرك في اتجاه الشخص اللي داخل من الباب، كنوع من الحماية ضد أي شخص يحاول يخش مكان الخزينة. أشعة الليزر دي أشعة قاتلة، بتحرق أي حد تلمسه، فظيعة. أيوة أنا جميل، بس إحنا هنعمل إيه؟ أقصد يعني هنوصل للخزنة دي إزاي؟ أنا اديت لزاهر سيدي عليه السيستم الأمني بتاع البنك، وهو درسه كويس، وهو اللي هيفك لنا الشفرات الخاصة بتاعت أجهزة المراقبة، وهيبطل لنا مفعول الليزر. طب معلش يا باشا سؤال، هو إحنا إزاي هنعدي من الباب الحديد اللي قدام الخزنة ده؟ أمال عبد الجليل كان بيتمرن على إيه؟ عبد الجليل دلوقتي ما شاء الله ما فيش أي قضبان حديد تقف قصاده، حتى لو فولاذ وفي أقل وقت ممكن. الفلوس هنحطها في شنط، كل واحد منكم هشيل شنطتين، والتهامي هشيل الباقي. التهامي ما شاء الله بيشيل دلوقتي 180 كيلو بيجري بيهم اكنه مش شايل حاجه. احنا هنخش البنك ده امتى يا باشا؟ وازاي اصلا هنخشه بعد كل اجراءات الامن اللي سيادتك قلت لنا عليها دي؟ امتى؟ بكره بالليل عشان بيبقى السبت، تل ابيب بتبقى فاضيه. ازاي؟ في مبنى قدام البنك بتاعنا، ده مبنى إداري وسكني، الأدوار الأولانية بتبقى مكاتب وإدارات، الأدوار الأخيرة بتبقى شقق. إحنا هنقعد في شقة من دول لحد نص الليل ونبدأ العملية. هنطلع من السلم لغاية السطوح، وهنا بقى تيجي مهمتك يا حسام. مهمتي؟ في ساري علم بارز من مبنى البنك مواجه للسطوح بتاع المبنى السكني اللي إحنا هنكون واقفين عليه، المسافة بينهم 8 متر، وانت دلوقتي ما شاء الله بتنطهم بسهولة. كل اللي مطلوب منك انك انت هتنط من السطوح بتاع المبنى السكني لمبنى البنك. تهامي هيرمي لك حبل في نهايته خطاف، انت هتربط الخطاف ده في عمود حديد فوق السطح بتاع البنك، احنا من الناحية التانية هنربط الحبل في عمود حديد برضو فوق السطح اللي احنا فيه، وهنعدي لك. لما اقصى يا باشا، يعني احنا هنهبق على البنك ده منين في الاخر؟ احنا هنخش من الباب الالكتروني بتاع السطوح، وده هيودينا للسلالم الداخليه بتاعت البنك. الشفره بتاعت الباب الالكتروني موجوده مع زاهر على السي دي. طب افرض يا باشا ان حد شافنا واحنا بنعدي. المبنى ده موجود بعد مبنى البنك بحوالي 4 عمارات في اخر الشارع، هو لسه تحت الانشاء، هنرمي فيه قنبله هيعملها لنا الشيخ حسن. القنبلة دي معمولة من مواد بسيطة جدا، طبعا احنا مش هنقدر ناخد القنبلة دي معانا، انما لما هنحتاج لها الشيخ حسن هيعملها لنا في اقل من 10 دقايق، مش كده يا شيخ حسن؟ وفي اقل من كده ان شاء الله يا باشا. الامن والبوليس
طبعا هيجروا ناحيه انفجار في الوقت اللي احنا هنبقى فيه جوه البنك. هو مين اللي هيرمي القنبله يا باشا؟ انت يا ابراهيم. انا خريج اداب. ما تخافش يا ابراهيم، المساله بمنتهى البساطه. تخيل انك انت ماشي في الشارع وعايز تشرب سيجاره، طلعت علبه السجاير بتاعتك ما لقيتش فيها غير سيجاره واحده، هتاخد السيجاره وهتروح مطوح علبه السجاير بعيد عنك، في حاجه دي؟ ما هي علبه السجاير دي هي القنبله. طب على خيره الله. امال حضرتك قلت لي ليه لازم اتكلم عبري كويس؟ عشان انت هتكون ماشي في الشارع، اي حد يسالك سؤال كده يكلمك كلمه كده لازم ترد عليه بمنتهى الثقه والثبات، عشان ما يشكش انك انت مش من اهل البلد. فهمت يا ابراهيم؟ فهمت يا باشا. معلش يا باشا بس اخر سؤال. دلوقتي احنا بعد ما هنعدي من سطوح العماره لسطوح البنك اللي المسافه بينهم 8 متر، وننزل البنك اللي مليان كاميرات مراقبه، ونعدي من الطرقه اللي مليانه ليزر بيموت، ونخش من باب الخزنه الفولاذي الحديد، وبعد ما نخرج من البنك بكل الشنط دي اللي قدامه حراسه مشدده في ام الليله السوداء دي، هنرجع مصر عادي؟ هنرجع يا ابراهيم، هنرجع. ربنا يوفقنا ان شاء الله. احنا هنمشي دلوقتي، يلا بينا. على السلامة يا ناجي بيه، منورين العريش يا شباب. ايه الجمال دي؟ نهارنا قشطة بالحليب. صباح الفل يا راس فرج، وحياتك يا ابو. خد العربية دي معاك وانت نازل، سيبها لنا في الفيلا اللي كنا فيها. من عينيا. اتفضل. انا اجرت لك انضف عربية في العريش، وسواق عاقل يمشي بيك تحس انه مش ماشي. واد يا سليم. ايوه يا بيه. انا قلت لك هتاخد الزباين دول توديهم على فين؟ على رفح عند ابو موسى، ما تسيبهمش غير قدام باب البيت عشان هم حبايب. فاهم؟ فاهم. اجري هات العربية. حاضر يا بيه. النبي ما تعمل كده، النبي يا ناجي بيه ما تعمل كده، احنا بنخدم محبة وحياة النعمة الشريفة. سينا يا سليم؟ ايوه يا بيه. يعني تعرف ابو موسى؟ ومين ما يعرف ابو موسى يا بيه؟ اخباره ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. ايش؟ الشباب هدول كلهم رايحين غزه؟ اصل احنا رايحين نجيب بضاعه وراجعين اخر الليل يعني. غريبه هذه. الغريب اللي فيها؟
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.